نهال أثبتت اليوم بالجمعية إن بنت عدنان زياكيل ما بتنتمي إلا للعائلات الراقية، تصرفت بكل رقي وطرحت أفكار جديدة، كتير لفتت انتباه كتير. مزبوط، يعني قريبة ممكن تكون محلي وأنا رح أكون مرتاحة. في قدامي طريق طويل لهداك الكرسي، هلأ بس عم بتعلم، والشغلات التانية بعدين. أوه، كتير واثقين من حالنا. بس نهال كتير تغيرت بهالفترة، شو بيعرفني؟ كأنها نضجت فجأة. ما هيك مادموزيل؟ مزبوط، تصرفاتها كلها تغيرت حتى مشيتها. مو ملاحظين انه صار لك كم يوم ما عم تخانقني بنوب؟ حددتوا شي تاريخ الحفلة؟ 24 كانون الأول، قبل رأس السنة بأسبوع. رح تكون أول حفلة كبيرة لنهال. مزبوط، أول دعوة وحفلة كبيرة بحياتها قبل عرسها. صحتين وهنا. على قلبك. على قلبك حبيبي. أهلا وسهلا نور. عمتو حبيبتي، كنت بالدرس ما سمعت إنك اتصلتي فيي. مو مشكلة، الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك، تفضل عود. مادموزيل، قديش صار لك حرمتينا منطلتك الحلوة على سفرتنا؟ الفضل إلي، قناته إنه ما تروح قبل ما تتعشى معنا. وأنا كمان اشتقت لهاللمة الحلوة. اليوم رحت مع سمر على الجمعية، طوال النهار عم نشتغل، طرحوا أكثر من موضوع للمناقشة. رح يعملوا تنظيم كبير بهدف المساعدة قبل رأس السنة، وأنا رح أقدم مساعدات. هيك لكان. أي وقت اللي رجعت استقبلتني مادموزيل بمفاجأة حلوة، غرفتي صارت جاهزة. لا، رح شوفها بس نخلص أكل بنطلع منشوفها. تمام، قدرتوا تحلوا شغلكم؟ ايه، الأمور بأفضل حال. عمك رايح، بس بكرة إذا بتمر على المجموعة ممكن أقدم لك المعلومات بالتفصيل. ايه ليش لا؟ ليش لوين بدك تروح؟ بدك تسافر مرة تانية؟ اليوم مع أذربيجان. هاي الليلة؟ بكرة راح نشارك مع نهاد بالاجتماع، بعدين هو راح يتابع الشغل بالمنطقة الجنوبية. ايه؟ يعطيكم العافية. مثل ما قلت لك، تعال بكرة ومنحكي بالتفصيل الممل. بيصير. مهند، انت بعيد، اسكب لك سلطة؟ يسلموا ايديك. نهال حبيبتي، رح ارفع كاسي لشرفك، للخانم الصغيرة الأكثر صبا والأجمل بالجمعية، لنهال. لنهال. Mm-hmm.